أرنوب اذكر لنا. هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم. أرنوب الرسام. نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة. هل هذا ممكن؟ أرنوب الرسام. ابدأ على مهل، إنه شيء سهل، بقلم وورقة هذا هو الحل. أرنوب الرسام. أرنوب ارسم لي غواصة. تعالي وانظري يوكو، هناك أسماك جميلة. أنتم هنا؟ مرحبا يا أصدقاء. مرحبا أرنوب. مرحبا يوكو. أنا وأرنوب نود الغوص. يوكو يوكو، هناك سمكتان ملونتان بالأحمر والأصفر. أنت بخير يوكو؟ أظن ذلك. ستعتنين على ذلك يوكو. مستحيل أرنوب، لقد امتلأت نظارتي بالماء، لن أتمكن من رؤية الأسماك الجميلة. عندي فكرة يوكو، لا تتحركي، سأعود. هل تودون رؤية الأسماك؟ نعم يوكو. هيا بك يوكو. لا. يوكو يوكو، سأرسم لك سابرة أغوار حتى تستطيع رؤية الأسماك. يوبي، سابرة. سابرة؟ سابرة ماذا؟ سابرة أغوار، أي سأرسم غواصة، سترين. والآن يا أصدقاء، هل تودون رسم غواصة؟ نعم. حسنا، لنبدأ. لرسم غواصة سنبدأ أولا بجسمها بشكل بيضوي جميل يوكو. سنجلس هنا لرؤية الأسماك. أرنو، ألا نحتاج إلى نافذة لرؤية الأسماك؟ بالتأكيد، يطلق عليها الجميع اسم كاوا يوكو. سأرسم الآن دائرتين، واحدة كبيرة وأخرى أصغر. دوري دوري، سأرسم الكاوة الأخرى. رائع، والآن سنرسم الفتحة. لماذا؟ حتى نستطيع دخول الغواصة عندما تكون فوق الماء. نرسم محدبا فوق الجسم. انتهيت، والآن حان دور رسم الدفة. ماذا؟ الدفة، إنها تؤمن ثبات الغواصة. نرسم مستطيلا، والآن نرسم المروحة، ونرسم دائرة صغيرة خلف الجسم وشفرتين. أعرف فيما تستعمل هذه، إنها تدور بسرعة كبيرة وتدفع القوارب والطائرات والمروحيات. أحسنت يوكو، أنت تعرفين الكثير. هذا لأنني ذكية. والآن حان وقت التلوين. يمكننا الآن الصعود عليها. لننطلق. مستعدة للغوص؟ مستعدة. ما هو الغوص؟ أن ننزل تحت الماء. هيا. انظر أرنوب، سمكة زرقاء حمراء خضراء. اتجه إلى اليمين. لا لا، اتجه إلى اليسار. لنلحق بهذه. ما البديل؟ اذهب إلى هناك. لا، ابقى هنا. هل أرسم لك غواصة؟ حينها تستطيعين التجول كما يحلو لك. حقا أرنو؟ بالتأكيد. لرسم غواصة
نبدأ بجسمها، فنرسم شكلا بيضويا طويلا جدا. وإن أردنا رؤية الأسماك الجميلة فنرسم كوتين جميلتين ودائريتين. لرسم الفتحة نرسم تحدبا فوق الجسم، وبعدها نرسم مستطيلا للدفة. بقي علينا رسم المروحة، نرسم دائرة صغيرة على الجسم وشفرتين على جانبيها، وأخيرا يمكنكم تلوينها بألوانكم المفضلة. مرحبا. الأسماك جميلة جدا. انظر ياكو دولفين، أخطبوط، سمكة الببغاء، سمكة الشمس. أحسنت أرنوب، تعرف كل أنواع الأسماك. هي أنا أعرف أنواع السمك أيضا. هذه سمكة كبيرة زرقاء وخضراء، سمكة صفراء، سمكة حمراء، سمكة مجعدة، سمكة منقطة ذات الأرجل، سمكة كبيرة جدا. والآن إن أردتم رسم غواصة لتروا كل الأسماك فلتفعلوا. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أرنوب. إلى اللقاء يوكو. إلى اللقاء أسماك.